وهكذا كنكون حيت ايضا الجنيح الثاني العضومه اللي فيه. غادي نستمر بنفس الطريقه على باقي الاجنحه حتى نكملهم كاملين ونمروا للخطوه الثانيه اللي غادي نحضروا فيها الحشوه باش غادي نعمروا هاد الجنيوحات هادو. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الشامبينيون اولا الفطر المعلب كنقطعوا مربعات صغيره. غادي ناخذ ايضا حبات ديال الزيتون الاخضر وغادي نقطعهم مربعات صغيره. من بعد غادي ناخذ خلاط كهربائي غادي نوضع فيه هاد الحبه ديال البصل متوسطه الحجم مقشره ومقطعه. من بعد غادي نضيف ايضا ملعقه كبيره ديال المعدنوس مفروم، ثم غادي نوضع ايضا واحد الحبتان او فصان ديال الثوم ونطحن الكل جيدا. ثم غادي ناخذ واحد الاناء اخر وغادي نوضع فيه ثلاثة ديال المربعات ديال الشعريه الصينيه ديال القرص وغادي نضيف عليهم الماء ساخن حتى تطلق هذيك الشعريه. غادي نحتاجو ايضا 500 غرام ديال الكفته دلاداند اولا ديال الديك الرومي. غادي نحتاجو ايضا شامبينيون مقطع، الزيتون مقطع، القليل من البابريكا او الفلفل الاحمر، القليل من الملح، صلصه الصوجة وزيت الزيتون. اذا فوق نار هادئه غادي نوضع كميه من زيت الزيتون، ثم غادي نضيف عليها بصله مع المعدنوس والثومه مقطعين. غادي نضيف ايضا ملعقه صغيره من البابريكا، ثم ملعقتان كبيرتان من صلصه الصوجة، ثم غادي نضيف القطع ديال الشامبينيون والزيتون مقطعين. فغادي نشحروا هاد المكونات مزيان مع بعض، ثم من بعد كيف ما كتشوفوا ضفت الكفته حتى هي باش تشحر معاهم. فكملاحظه مهمه بغيت نشير ليها، يعني هي من الاحسن ما ديروش الكفته تطيب اولا تشحر مع هاد المكونات. علاش؟ باش ما تعذبكمش وانتم كتعمروا بها الجنحين، لحقاش الكفته فاش غادي تطيب غادي تولي مفرتته وغادي تبقى تشتت وانتم كتعمروا بها دوك الجنحين. وفي الاصل ديال الوصفه ما كيطيبوش الكفته، فقط كيشحروا هاد المكونات ديال الشامبينيون والزيتون والبصله ومن بعد كيخلطوهم مع الكفته وهي خضراء وكيضيفوا عليها الشعريه الصينيه وكيخلطوا كلشي وكيعمروا بها الجنحين، وكتجي الطريقه سهله بزاف لان من بعد كلشي غادي يولي طيب في الفران. انا فقط هنا خطات ونسيت مشيت طيبت الكفته وما كانش عليا نطيبها، ولكن ماشي مشكل، عطيتكم الصحيح وكملت معكم الوصفه. فمن بعد ما وجدات الحشوه بديت كنعمر بها جنيحات ديال الدجاج، واخا كيف ما كتشوفوا راها روناتني وعنكشاتني شويه في التعمار ديالها حيت بقات كتشتت. داكشي باش قلت لكم من الاحسن الكفته تكون خضراء باش دغيا تعمروا بها الجنحين بلا روينه بلا تفرتيت. المهم انا خطات وحصلت وصراحة ما بقيتش عرفت حتى واش نكمل ولا نحبس، واش نشارك معكم الوصفة ولا نمسحها، ولكن من ورا واحد النقاشات طويلة شجعوني انني باش نشاركها معكم. فهاد الطبق ديال الجنحين معمرين اولا اللي معروفين بلازيل فارسي اول مره عرفت هاد الاكله وكليتها في واحد المطعم مختص فقط في تحضير الاطباق ديال الدجاج سواء مفور ولا محمر ولا دجاج بالاعشاب. عجبوني هاد ليزيل هادو فتناولتهم وعجبتني الاكله بزاف وقلت علاش ما نشاركهاش معكم. اذا من بعد ما عمرت كاع دوك الجنيحات اللي عندي غادي ناخذ واحد المول وغادي ندهنو بالقليل من زيت الزيتون، ومن بعد غادي نست فيه اولا غنوضع هاد الجنيحات ديال الدجاج بالشكل التالي، ثم غادي ندهنهم من الفوق بهاد البابريكا، معلقه صغيره ديال البابريكا مع القليل من زيت الزيتون، خلطتهم ومن بعد دهنت بهم هاد الجنيحات هادو باش يتحمروا في الفرن. ثم وليت ضفت لهم القليل من زيت الزيتون من الفوق وغادي ندخلهم مباشره للفرن باش يطيبوا. خليكم معايا باش نشارك معكم الشكل النهائي ديال الاكله. بالنسبه لطريقه التقديم يمكن لكم تفرشوا اوراق ديال الخس
ومن بعد توضعوا فوق منهم جنيحة ديال الدجاج. انا هنايا تبقات ليا الحشوه اللي فرشتها، وغادي نوضع فوق منها هذوك جنيحات ديال الدجاج معمرين، وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا. واخيرا كيكون هذا هو الشكل النهائي والاخير ديال لازال فارسي اولا الجنيحات معمرين، كيجيو رائعين بزاف ولذادين بزاف. بالنسبه لي هذه طريقه جديده ومختلفه تقدروا تناولوا بها جنيحات ديال الدجاج. زينتهم من الفوق بالقليل من المعدنوس مفروم. فكنتمنى تعجبكم الوصفة، أنا ما شاركتها معكم حتى تذوقتها وعجبتني الأكلة بزاف، وقلت علاش ما نصورش فيديو ونشاركها معكم وتكون أيضا تجربة ليا في تحضير هذا الطبق، لأنني كيعجبني الطبخ بزاف ونجرب الوصفات سواء مالحة أو لحلوة. فكنكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساوش تخليوا لي واحد لايك باش تشجعوني، وتخليوا لي ايضا كومنتر زوين باش نجاوبكم عليه، وتشتركوا في القناة بالنسبة للناس جداد، وتبرتجوا الفيديو مع صحابكم وحبابكم. كنقول لكم شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو أو وصفة جديدة إن شاء الله.